بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن جزء جديد من دراستنا وهو poetry. poetry اللي هو الشعر، واحنا هناخد معانا في المنهج بتاعنا قصيدة أو poem اسمها day. فطبعا طالما poetry يبقى لازم نعرف كلمة poem اللي هي القصيدة اللي مكتوبة، ومين اللي بيكتب poem؟ عندي poet اللي هو الشاعر، يبقى الكلمتين أو الثلاث كلمات دول مرتبطين ببعض، poetry poem poet. طيب البوم اللي عندي او القصيدة اللي عندي شكلها بيكون عامل ازاي؟ احنا متعودين في العربي ان الشعر او القصايد اللي مكتوبة تبقى ابيات، بيت وفي شطر هنا وقصاده شطر تاني. لا، في اشكال مختلفة عندي في الانجليش بالنسبة للبوم زي اللي جاية دي معايا اللي هي بالشكل ده. دي البوم بتاع الداي اللي علينا السنة دي، ودي عبارة عن شكلها العام بيبقى عامل كده، بتبقى مجموعة group of lines، مجموعة سطور ورا بعض. مهم ان السطور دي كلها بتدور حوالين فكرة واحدة، يبقى ادي group of lines، ولو كملت هلاقي group تاني of lines وهكذا، group تالت، يبقى ادي الجروبس بتاعت البوم كلها اللي هي a day. طيب الجروبس دي هل بنسميها كده على بعض الاسم؟ اه، بنسميها ستانزا. يبقى كل جروب من دول اسمها ستانزا، يبقى احنا بنسميها كلمة ستانزا. طيب البوم بيكون فيها اكتر من ستانزا حسب هي مكتوبة ازاي. البوم اللي عندي اللي انا بطبق عليها الكلام بتاعي فيها كام ستانزا؟ لو عدينا ادي first ستانزا number one، اللي بعدها number two، third stanza, fourth and fifth stanza. So they are five stanzas. يبقى ادي الستانزا الاولى خالص اللي احنا ممكن نقول عليها the first stanza. يبقى انا عندي هنا اهو كده اهو first stanza. طب واللي جايه هتبقى second stanza، بقول ان هي second stanza وهكذا. يبقى عندي how many stanzas are five stanzas. كل stanza بتتكون من ايه؟ group of lines، مجموعة سطور. And they are all about one idea، كلهم بيتكلموا في فكرة واحدة او بيدوروا حوالين فكرة واحدة. طب احنا اتفقنا ان البوم اكيد ليها poet شاعر. هنا they البوت بتاعها Sir Cecil Spring Rice. Sir Cecil Spring Rice. مهم جدا ان انا اعرف اسم الشاعر او البوت اللي كتب البوم اللي عندي. يبقى احنا عرفنا اول معلومه بالنسبه لنا. طيب البوم بتاعتي لما بتيجي اطلع منها حاجات لازم افهم كويس قوي ان البوت لما كتبها استخدم مجموعه صور جماليه، واستخدم شوية حاجات زي اللي احنا بنقول عليها بالعربي تشبيه واستعارة وتشخيص، كل الكلام ده تعالوا نفهموه واحدة واحدة. لو جينا بصينا على البوم اللي عندي، أول ستانزا، تعالوا نمسك أول ستانزا كده. I am busy, said the sea. I am busy, think of me. Making continents to be. I am busy, said the sea. هنبص على كل سطر، كل لاين، ونشوف آخر صوت ظهر في السطر ده أو آخر صوت سمعناه. هنا آخر صوت خالص سي، إي، بآخر صوت سمعته إي. الصوت ده هبتدي أرقمه. طب أرقمه إزاي؟ بالحروف، زي عندنا كده لما نيجي نقول المسألة رقم ألف، المسألة رقم ب، هنا هديله حروف بالألفابيت. طب الالفابيت اللي عندي ايه؟ A B C D E F وهكذا لاخر الالفابيت. قلنا اول سطر خالص ده اول صوت هديله الرمز او الحرف A. جميل، اللي هو ايه A ده؟ جه علشان اخر صوت عندي هنا E. طب ازاي يعني انا اخر حاجة A؟ لا، انا مش بقول على اخر حرف، انا بقول اخر صوت بتسمعه E. طب تعال نبص على الصوت الثاني اللي في السطر الثاني، هلاقيه مي، يبقى اخر ساوند هو اي. هل هو شبه اللي قبله؟ اه شبه اللي قبله،
يبقى هياخد نفس الليتر نفس الحرف، يبقى هكتب A برضه. طب تعالى نروح على السطر التالت، the third line، B E شبههم برضه شبه، يبقى هاخده نفس الليتر. طيب C زيهم بالظبط، يبقى هياخد نفس الليتر. يبقى أنا برتب الأصوات حسب كل سطر، الصوت هنا زي هنا زي هنا زي هنا، عشان كده كلهم خدوا أول حرف A. يبقى الاستانزا الأولانية دي آخر صوت فيها زي بعض وما اختلفش، وهو أخد حرف A. طب تعالوا نروح على الاستانزا الثانية، هنا آخر صوت رين، هل هو نفسه زي اللي قبله؟ لا اختلف، ما هوش ايه ده ن، طالما ن يبقى هديله الحرف اللي بعد الاي في الالفابت، ايه اللي بعد الاي؟ البي، يبقى هحط له حرف البي. طيب فين ن، نفس الصوت ده، طب الصوت ده واخد انهي حرف؟ واخد البي، يبقى احط له زي البي. جرين ن، زي فين ورين، يبقى هحط البي. رين يبقى برضو بي. دول اخدوا الحرف A ودول اخدوا الحرف B، علشان ده الصوت التاني اللي ظهر عندي. طب تعالى نروح على اللي بعده، air there where everywhere air، يعني r. كلهم زي بعض، بس هل هما زي الاي علشان احط له حرف الاي؟ لا مش زي، يبقى مش هينفع احط اي. هل هو زي الن عشان احط له البي؟ لا مش زيه. امال ده صوت ثالث ظهر جديد، يبقى انا خدت اي بي، هكمل هنا سي، طالما زور صوت او ساوند جديد ظهر. وطبعا اخره هنا برضو ذير، نفس الصوت، يبقى هحط سي وهنا سي وهنا سي. طيب اللي انا بعمله ده هل ليه اسم؟ طبعا اسمه ايه؟ اسمه rhyme scheme. rhyme scheme rhyme scheme اللي هو اخر صوت في السطر في اللاين، في كل لاين اشوف اطلع الرايم سكيم بتاعه ازاي. زي ما عملنا نطلع حاجه اسمها rhyme scheme اللي هو التناغم، النغمة اللي طلعت لي في كل اللاين من الستانزاس اللي عندي. جميل، طب انا عايزة اعرف الرايم سكيم دلوقتي في الستانزا الاولى، في الفيرست ستانزا هكتبه ازاي؟ هروح كاتبه كده، الرايم سكيم اللي عندي هو A A A A، يبقى A دي رايم سكيم اسمه، يبقى هو ده رايم سكيم. بفتح القوس بكتب A A A بعددهم، هما هنا أربعة كتبتهم، عرفنا الرايم سكيم بطلعه ازاي. طيب يبقى احنا اتفقنا ان انا عندي ستانزا، والستانزا دي بعدها حسب التقسيمة بتاعت السطور او اللاين. تاني حاجة الرايم سكيم بشوف اخر صوت في كل لاين واديله حرف، اديله letter، لو الصوت اتكرر يبقى نفس الليتر بيتكرر. نيجي بعد كده في حاجة مهمة قوي لازم نفهمها اسمها figures of speech، اللي هي الصور الجمالية. ال figures of speech دي بيستخدمها ليه البوت أو الكاتب الشاعر علشان يدي to add beauty to his words، عشان يديها جمال ويوضح الفكرة، to make the idea clear ويوضح الفكرة. أول حاجة خالص عندي في figures of speech هما تلاتة اللي علينا دلوقتي، هما تلاتة. أول واحد اسمه simile، simile تتكتب بالطريقة دي، simile. simile اللي احنا بنقول عليه التشبيه، يبقى كلمة simile يعني التشبيه. طب السيميلي ده بنستخدمه ازاي أو بنطلعه ازاي؟ إن أنا بشبه حاجة بحاجة تانية، وفي التشبيه ده بستخدم كلمة like أو as. تعالوا نبصوا كده على أول example، he is busy as a bee، يعني هو مشغول زي النحلة، يبقى أنا بشبهه بأنه هو زي النحلة. طب استخدمت إيه هنا؟ as،
يبقى ده على طول سمي. ليه؟ هل هو نحلة؟ لا، ده أنا بشبهه إن هو زي النحلة. طب زي النحلة في إيه؟ في إنها مشغولة على طول وبتشتغل، يبقى he is busy as a bee. ما ننساش إن أنا عرفت إن ده السملي بدليل وجود as. تعال نشوف الإكزامبل التاني. She looks like the moon. هي تبدو مثل القمر. She looks like the moon. بشبهها بأنها زي القمر. يبقى ده family. طيب وإيه الدليل على إنه family؟ إن أنا استخدمت like. يبقى لازم في family أستخدم like أو as. طب تاني حاجة في الـ figures of speech هي الميتافور. ميتافور اللي هو زي احنا كده في العربي ممكن نقول عليه استعارة. يعني ايه استعارة؟ يعني بشبه حاجة بحاجة تانية، بس من غير المرة دي ما استخدم لا لايك ولا اف. ازاي؟ بقول time is money، يعني الوقت زي الفلوس كده بالظبط، يعني زي ما احنا بنقول بالعربي الوقت من ذهب. هل التايم الوقت هل هو فعلا ماني؟ لا، بس انا بشبهه بان هو ماني عشان قيم، ليه قيمه شديده زي الماني زي الفلوس. لو الوقت ضاع اكيد يبقى ضيع الفلوس. يبقى التايم از ماني على طول، از على طول، ما استخدمتش لا از ولا لايك. تاني اكزامبل، هي از ا شايننج ستار، يعني عايز اقول ان هو نجم لامع. He is a shining star. هل هو فعلا نجم؟ هل هو فعلا ستار في الحقيقة؟ لا، هو مش ستار ولا حاجة ولا بيلمع، إنما أنا بشبهه علشان أظهر المعنى اللي أنا عايزة أوصله، وبخلي الجملة بتاعتي فيها نوع من البيوتي أو الجمال يوضحها ويقرب الصورة لدماغ القارئ أو لفكره. فبقول He is a shining star. يبقى ده اسمه metaphor. metaphor. طيب لو جينا هنا ثالث حاجة هي personification. personification اللي هو التشخيص. يعني ايه التشخيص؟ يعني بشبه اي حاجة، جماد، حيوان، نبات، اي حاجة غير عاقل غير الانسان بانها زي الانسان. يعني بشبه مثلا the leaves danced، يعني بقول ان اوراق الشجر تراقصت. يبقى أنا بقول إن الورق بيرقص. طب مين اللي بيرقص في الحقيقة؟ الإنسان، البني آدم. فأنا بعمل حاجة هنا اسمها personification، بخلي الليفز دي أكنها person، أكنها شخص. personification يبقى بعملها أكنها person، بدي صفة من صفات الأشخاص بديها للليفز. لا استخدمت is ولا as ولا like ولا أي حاجة. The leaves danced. انا مش بشبهها بحاجه، لا، ده انا قلت بتعمل كذا اكنها انسان بيرقص. طب تعالوا هنا. I am busy said the sea. هل فعلا البحر يقدر يتكلم؟ لا، ما يقدرش يتكلم. يبقى انا بشبهه اكنه انسان بيتكلم. يبقى هنا I personify the sea، بخليه اكنه person who can talk. يبقى I'm busy said the sea. يبقى احنا عندنا في الـ figures of speech three things. The first one is simile, metaphor, personification. ايه الفرق بين السيميلي والميتافور؟ في السيميلي بستخدم like او as، في الميتافور ما بستخدمش لا like ولا as. في البيرسونيفيكيشن بدي الحاجة اللي بتكلم عنها صفة من صفات الإنسان، حاجة الإنسان بس اللي ممكن يعملها. طيب بعد كده البوت اللي عندي او الشعر ممكن يستخدم حاجة اسمها devices. devices اللي هي الادوات. يعني ايه الادوات؟ يعني ادوات بيستخدمها البوت علشان يوضح، to make the idea clear، يخليها clear او يوضح. اول حاجة اسمها contrast. contrast اللي هو التضاد، يعني بجيب كلمتين عكس بعض، كلمتين متضادتين عشان to make the idea clear. بمنتهى البساطة هنا مثلا blowing here and blowing there. طبعا here and there الاثنين دول عكس بعض. blowing here and blowing there. up and down and everywhere. up and down and everywhere. up
is the opposite of down. يبقى أنا عندي هنا contrast، بقول على ده contrast، يبقى ده نوع من الأدوات أو ال devices اللي بيستخدمها البويت to make his idea more clear. طب تاني حاجة من ال devices دي، هما حاجتين اللي علينا دلوقتي. تاني حاجة اسمها alliteration. alliteration اللي هو زي ما بنقول عليه كده حاجة بالعربي بنقول عليه جناس ناقص. يعني ايه جناس؟ يعني اول حرف الالتريشن ده لازم يبقى the first consonant، اول حرف موجود في الكلمة يكون يشبه اول حرف في كلمة تانية في نفس اللاين، نفس السطر. يعني لما اقول wait and you will see، هلاقي في كلمة wait وكلمة will في بينهم alliteration، لان الحرف الاولاني و وهنا و الصوت، الصوت الاولاني. طب تعالوا هنا said the sun، said the sun يبقى الس والس، يبقى نفس الصوت او الكونسونانت الاولاني اللي عندي، وده لازم يكون في اول الكلمه، يبقى ده اسمه alliteration. يبقى عندي contrast وعندي alliteration. طيب اخر حاجه عندنا ودي مهمة جدا، وعشان كده مش هنشرحها قوي النهارده او في الفيديو ده، هنشرحها في فيديو تاني، اللي هي paraphrasing. paraphrasing يعني ايه؟ يعني لما اجي امسك ستانزا مثلا زي الستانزا اللي جاية دي، I am busy said the air blowing here and blowing there، ويقول لي paraphrase. paraphrase يعني اعيد شرحها، اشرحها بالايه بقى؟ باللي هو everyday talking او everyday language، يعني باللغة العادية بقى، مش لغة الشعر، مش البويتري. هقول the poet says that the air talks and he says that he is busy. هبتدي أشرح، يبقى الparaphrase إن أنا بشرح الأبيات أو اللاينز، السطور اللاينز اللي عندي أو الستانزا كلها حسب اللي مطلوب مني. دي أهم الحاجات أو أهم الأجزاء اللي إحنا لازم نبقى فاهمينها وعارفينها لما نيجي ندرس البوتري اللي عندنا. المرة الجاية هنمسك كل ستانزا، هنطلع منها الفيجرز اوف سبيتش اللي فيها، طبعا احنا ابتدينا في الرايم سكيم، وهنطلع السيميلي والميتافور والبيرسونيفيكيشن، وهنطلع الديفايسز اللي استخدمها لو موجودة زي الكونتراست وزي الاليتريشن، وهنمسك كل لاين ونعمل له بارافريزنج.